هل تشعر بأن دماغك قد تجمد مع ألم شديد في الرأس عند تناول الآيس كريم؟ هذا ما يسمى بتجمد الدماغ أو صداع الآيس كريم. أما عن سبب هذه الحالة فترجع إلى حدوث استجابة للبرودة التي يتم الشعور بها في الفم أو الحلق، تؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية في الرأس، ما يسمح بتدفق المزيد من الدم المحمل بالأكسجين بغرض التدفئة، وهو ما يسبب الصداع الشديد. ويمكن لأي شخص أن يصاب بتجمد الدماغ عند تناول الأطعمة الباردة، لكنه أكثر شيوعاً عند الأطفال لأنهم يتناولون المثلجات بسرعة، وأيضاً عند مرضى الصداع النصفي. ولكن لا داعي للقلق، فعادة ما يستمر صداع الآيس كريم لبضع ثوان أو دقيقتين فقط ثم يختفي من تلقاء نفسه. وفي حال كنت ممن يصابون بصداع الآيس كريم، فيمكنك تفاديه من خلال تناول الآيس كريم والمثلجات والمشروبات الباردة ببطء، وتفادي ملامسة المواد الباردة لسقف الفم. وأنت أخبرنا، هل يحدث لك صداع الآيس كريم؟